دايلينج اند دارك دي تجربة عالمية اتعملت في 50 أكتر من 50 بلد، ومصر أول بلد عربي أول بلد في أفريقيا تحصل على الفرانشايز بتاعة التجربة دي. التجربة تابعة لجمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، وده مشروع غير هادف للربح. هدف المشروع إن هو بيرفع الوعي عن قضية المكوفين ويبدل شعور يعني الصورة السلبية اللي احنا بنشعر بيها تجاه المكفوفين، احساس الشفقة طول الوقت اللي احنا بنحسه تجاههم، لاحساس التقبل والفهم. المشروع يعني تم اطلاقه في نوفمبر 2019، اشتغلنا 4 شهور بس للأسف مع أزمة كوفيد-19 يعني المشروع فضل واقف فترة، بس الحمد لله احنا رجعنا تاني من أول شهر سبتمبر اللي فات. المشروع رجع تاني يشتغل ويستقبل الزوار. حاجة من الحاجات اللي احنا بنحبها جدا في التجربة بتاع دايلينج ذا دارك انه أي حد فوق الـ8 سنين ممكن يجي التجربة بتاع دايلينج ذا دارك، فاحنا الزائرين عندنا أعمار مختلفة، فئات مختلفة، باك جراوندز مختلفة. بنعمل رحلات للمدارس، رحلات للجامعات، بيجي لنا شركات، بيجي لنا افراد، عائلات، كل الناس دي بتيجي للتجربه، عشان مهم جدا انه على مستوى الافراد وعلى مستوى المؤسسات ان احنا نتعلم ازاي نحترم الاخر، ازاي نتعامل مع الشخص الكفيف. الطريقة اللي احنا بنسوق بيها التجربة ان احنا كل فئة مستهدفة التسويق بتاعها بيكون مختلف، بمعنى ان احنا لما بنيجي نسوق التجربة للمدارس بنركز على انه ايه الطلبة او ايه الاطفال هيتعلموه من التجربة. هي تجربة ترفيهية تعليمية، ازاي الطفل لما بيمر بتجربة زي دي بيتعلم يحترم الشخص اللي قدامه. احنا شايفين اخر سنتين كنا بنتكلم كتير قوي عن التنمر وازاي الاطفال بتتنمر اي شخص مختلف عنها، فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا الاطفال بيتعلموها. الطريقة اللي احنا بنسوق التجربة بيها للشركات بتكون مختلفة شوية، ان الشركات كلها دلوقتي في كل شركة انا ممكن الاقي زميلي يكون كفيف او بيستخدم كرسي متحرك او مختلف عني بشكل او باخر، فازاي انه بيئه العمل الموجوده في الشركات تجربه زي دي مهمه جدا ان هي تضمن ان بيئه العمل تكون انكلوسيف، او بمعنى ان هي تكون متقبله الناس بمختلف قدراتها بشكلها المختلف بطريقتها المختلفه وهكذا. طبعا عشان يعني زي ما نقول ان التجربه في ناس كتيره بتزورها، فاحنا رده الفعل الناس بتكون مختلفه بالذات ببداية التجربة عن نهاية التجربة. يعني عادة الناس بتبقى طبعا داخلة التجربة دي حاجة بيعملوها بره الكومفورت زون بتاعتهم، حاجة مختلفة عنهم عن شخصيتهم، فبالتالي رد فعل الأول بيكون مزيج من فيه طبعا حماس، بس كمان بيكون فيه قلق، بيكون فيه توتر، بيكون فيه خوف شوية، لأنه احنا طول الوقت بنشوف للضلمة ان هي حاجة تخوف او بنبقى خايفين مجهول. لكن بعد كده ردة فعل الزائرين بتتغير جوه التجربة لدرجة ان هما ساعات بيقعدوا وقت كتير كمان عن الساعة. يعني احنا اصلا لما اطلقنا التجربة المفروض مدة التجربة كانت 45 دقيقة، بس عشان ما حدش طلع من التجربة بعد 45 الناس بتقعد تكمل ساعة وبعد الساعة كمان من كتر هما قد ايه بيستمتعوا بالوقت جوه. بس من اكتر الحاجات اللي بيكون يعني بتنبسط بيها جدا انه الناس ما بتبقاش مصدقة ان المرشد اللي معاهم جوه كفيف، بالذات الاطفال بيفكرين ان احنا ضحكين عليهم من كتر ما هم شايفين ازاي الجايد او المرشد اللي معاهم متمكن وازاي ان هو عارف فعلا يرشدهم وبيساعدهم جوه التجربه، ودي حاجه مش متعودين عليها انه شخص كفيف يكون هو اللي بيعمل ده. فبعد ما بيطلعوا من التجربه انا فاكره حتى كان في كذا حد جانا من المدرسه كان عمال يعني يستاذن طبعا الجايد ان هو يحط ايده على عينه عشان يتاكد ان هو فعلا هو انت بجد مش شايفني، انت من كتر ما انت فاهم كل حاجه جوه وكنت فاهم انا متوتر ولا خايف ولا مبسوط، فكانوا فاكرين ان هم شايفين. يعني حابه اقول ان احنا عشان دايلينج ذا دارك ده مشروع غير هدف للربح، فكل التذاكر بتاعه الفلوس التذاكر بتاعه التجربه بيتم اعاده صرفها تاني على المشروع وانشطه خاصه بجمعيه النور والامل لدعم المكفوفين. فاي حد يعني احنا الفتره دي محتاجين دعم الناس كلها، لان احنا طبعا الفتره بتاعه الكورونا دي اثرت علينا ان احنا كنا قافلين المشروع لمده 6 شهور. فاي حد عايز يجرب يعمل تجربه ليه لاولاده لعيلته لصحابه، تجربه جديده، تجربه ممتعه، يجي وكمان هو يكون بيعمل حاجتين هيتبسط وفي نفس الوقت بيكون بيفيد قضيه المكفوفين.